والآن أود أن أرحب بالمعالي رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي. حضرات السادة، حضرات المشاركين الموقرين، يسعدني أن أرحب بكم جميعا اليوم في شرم الشيخ، مدينة مصر الخضراء الأولى التي تمثل تجسيدا لجهودنا نحو التحول الاقتصادي الأخضر. إن تجمع الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص اليوم في يوم التمويل على هامش كوب 27 يعتبر دليلا على التناغم بين المؤسسات وبين القضايا التي تؤثر على المجتمعات وبصفة خاصة الدول النامية، وتوفير الموارد اللازمة للحكومات التي تلعب دورا كبيرا لإحداث برامج التكيف والتخفيف. إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة ومنظمات الدولية يتم بشكل متسق وبشكل متناغم، وهذا هو أقصر الطريق لنجاح الجهود الخاصة بمواجهة التغير المناخي. إن يوم التمويل لديه أهمية خاصة، حيث أنه يعتبر إن مصر باعتبارها رئيس المؤتمر تهدف إلى تقديم دفعة وتنظيم العديد من البرامج والاجتماعات التي تشمل مناقشات مرتبطة ببرامج ومبادرات التمويل والتي تسعى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهذا يشمل التوجهات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن وضع أولويات لمنفعة ورفاهة البشر حول العالم. نحن أيضا ندرك أن هذه الجهود يجب أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين بصفة خاصة في الدول النامية، حيث أن هؤلاء المواطنين لا يستطيعون تحمل كلفة التغير المناخي. وأيضا نحن سعداء لتفهم شركائنا للمسؤوليات والالتزامات الخاصة بهذا الصدد. السيدات والسادة، إن عالمنا يشهد سلاسل من الأزمات المتعاقبة منذ عام 2019. واجهت الإنسانية تفشي جائحة كورونا وتبعتها الأزمة المالية المرتبطة بحرب الأوكرانية والضرر الذي أصاب سلاسل الإمداد للطاقة والغذاء وكذلك الانخفاض في النمو الاقتصادي، مما أزاد من أعباء على البشرية. وهذا الموقف يتطلب نوعا من التضامن العالمي والذي يعلي شأن الإنسانية. من هذه النقطة، فإن نجاح مناقشتكم اليوم يعتمد على قدرتكم الجمعية على أن تقدموا مبادرات قوية وجادة، وبالتالي فإن وزارة المالية المصرية تتعاون مع الشركاء لتقديم المبادرات التي تهدف لتسهيل هذه الأمور الخاصة بالتغير المناخي وتقليل تكلفته على المواطنين اعتمادا على نتائج جلاسكو، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتمويل التكيف الذي نتمنى أن يتم ترجمته إلى التزامات جادة يتم تقديمتها من خلال جميع المشاركين، وكذلك تقديم موارد إضافية تساهم في دعم الدول النامية والتي تمثلها مصر في إفريقيا. لقد أصبح من الواضح أن مستقبل الاقتصادي لكوكبنا يواجه خطرا شديدا إذا لم نستطيع أن نضمن أن كل الاقتصاديات تتعامل بشكل متناغم مع التغيرات التي نشهدها في المناخ. لقد قدر أن حوالي 4% من المخرجات الاقتصادية يمكن أن تفقد، وكذلك مع انخفاض مستويات الدخل الذي يمكن أن يحدث، إن الموارد المالية مطلوبة بشكل كبير
لإحداث ولمواجهة التغير المناخي. هذا الأمر سوف يتعاظم إذا لم يكن هناك السياسات الخاصة بمعالجة أزمة المناخ. وعلى الرغم من هذا، فإن الجهود التي بذلت عبر سنوات والوعود التي قدمت والآليات لم تكن كافية سواء كما أو كيفا. هذا يشمل التعهدات التي تم تقديمها والتي تحتاج لأن تكون مرتبطة بشكل أكبر بالتمويل الخاص بالتكيف مع أزمة المناخ. إن الدول الإفريقية وبشكل خاص تواجه تحديات ضخمة في هذه المنطقة، وبصفة خاصة الأزمة المالية الموجودة في خلفية تلك الأزمات. أيضا الأسواق العالمية تحاول أن تحدث نوعا من الإدماج أو التركيبة الخاصة بتلك الاقتصاديات وحمايتها من التغير المناخي. الضيوف الأعزاء، التمويل هو الركيزة الأساسية، وكما قال كل ضيوفي الموقرين، التمويل هو الركيزة الأساسية لإنفاذ الالتزام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وبصفة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذه يجب أن نناقش ونوجد حلول لتلك القضايا، ويشمل ذلك إيجاد توازن بين التكيف والتخفيف. بالأمس تشرفت بأن أشهد إطلاق المبادرة المصرية نوافي، وهي تمثل أداة جيدة تجمع كل المشروعات وبشكل مفصل للمساهمة في تحقيق والمساهمة في الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين التغيرات المناخية. أنا أدعو الدول الأخرى وبصفة خاصة أشقاؤنا الأفارقة لكي يكون لديهم مثل هذه المبادرات، لأنها سوف تعتبر شهادة على التزام شركاؤنا الدوليين تنفيذ تعهداتهم. وكما ذكرت كريسلينا، فإن الاقتصاد العالمي ليس بشكل جيد وهو مظلم، ولكن الجو جيد. أنا أدعوكم للاستمتاع بالجو والطقس هنا في شرم الشيخ.